دونها من أجل تحفيز جمعيات المجتمع المدني ضريبيا بما يحقق تقاسما لأعباء العمل الجمعوي بين الدولة والمجتمع. شكرا السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم، كلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا. مشكورين. أكيد السيد النائب المحترم أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني هي تقوم من بين ما تقوم عليه على الدعم العمومي، بمعنى اخر كاين بعد الدعم العمومي البالي ثم بعد ذلك التحفيز الجبائي اللي نذكر ببعض منه على مستوى الضريبه على الشركات، فالجمعيات تستفيد من الاعفاء الكلي من الضريبه على الشركات في جميع العمليات المطابقه اللي جايه في الغرض الاساسي المحدد في الانظمه الاساسيه للجمعيات واللي حقتها كتقوم بها هذه الجمعيات، سواء بالنسبه اللي كيقوم بها الاعضاء ديالها او للهبات اللي كتسلم لها اللي كالمسلمه للجمعيات او لعمل الدوله الى اخره. فاذا ولو حقق هذا الامر يعني نتج عنه فائض في الموارد عندما تم السنه المحاسبيه. كذلك هناك اعفاء دون تحديد سقف بالنسبه لجميع الشركات الخاضعه للضريبه على الشركات اللي كيمكن لها تخصم الهبه النقديه والعينيه اللي كتعطيها للجمعيات دون سقف، خصوصا بالنسبة للجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة التي تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو فني أو أدبي أو رياضي أو تعليمي أو صحي إلى آخره. كذلك الشركات بإمكانها دير خصم على الهبات النقدية أو العينية اللي كتمنحها لفئة المشاريع الاجتماعية للمقاولات العمومية أو الخاصة. فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، الجمعيات تستفيد من إعفاء دون الحق في الخصم بالنسبه للخدمات اللي كتقدمها الجمعيات غير الهادفه الى الحصول على الربح. شكرا لكم. تعقيب السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم، نثمن مجهوداتكم ومجهودات وزارتكم سواء على مستوى الحوار الوطني او على مستوى مواكبتكم المجتمع المدني في التحول التشريعي لتمكينه من هذه الآلية المهمة، لكن سيد الوزير على مستوى التحفيز الضريبي لا زال هناك تأخر في تفعيل توصية تقرير تركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني، وأهم ما يصادفنا في هذه الإشكالية ونطالبكم بالتسريع في تنزيله هو الإعفاء من الرسوم الجمركية للجمعيات عند استيرادهم أو استقدامهم التجهيزات من الخارج في إطار شراكات. ولتجاوز هذا الإشكال أحيانا يتم تفويت جزء مهم من هذه التجهيزات لجمعيات بصفات تتمتع بصفة المنفعة العامة أو لمؤسسات رسمية. المطلوب سيد الوزير هو إعفاء هذه الجمعيات الغير هادفة للربح من أداء هذه الرسوم مع اشتراط شواهد تسلمها الإدارات ذات العلاقة بالتجهيزات المستوردة تشهد بأهمية هذه العملية. وشكرا.